قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. قول يا بو جلال، اش غدير بهاد الفلوس كامله اللي جمعتي على ظهرك؟ اللي سمعك كدوي بحالك كيقول انا مكرفص عليكم. انت كان عندك هاد الفلوس اللي جمعت انا على ظهركم كي كتقول اش غدير بهم انت؟ واش لا ما يدير بو جلال؟ اش غادي دير كاع؟ غنجيب المالتي شريكه ونجيب عزري يتزوج بنتي. المراعيات والدريه خصها تتزوج. طول لك لسان، انت شو حالتك كديره؟ كي عزري الدوار لا مرا لا دار. ولا هذاك الله بو جلالي وتزوجني ببنتك فاطمة راه ما غيخصني حتى خير. فاطمة بنيتي أنا مزوجة سيدي، قلبوا لي على بنيتي، قلبوا لي على بنيتي يا سيدي. يا ناري بنيتي فاطمة، فاطمة بنيتي، ناري بنيتي بنيتي. هيا 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 هيا
هاي البنت اللي كنقلبوا عليها هاي انت هنايا امي انت ما صباح الخير بقيتي شويه صباح الخير شويه الحمد لله شويه لو كبيت كل شويه ما تكبكيش بنتي ما تبكيش ما تبكيش حنينتي هادشي اللي مكتب مع عند الله بنيتي ما عندنا ما نديرو ملي جات مع عند الله مرحبا بها ما عند العبد ما يدير زيد 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 ما تجيش مع عمرك جيب جابد مع الطوموبيل وقول لي تقابل لي مع المرايه هادشي اللي كاين يا صاحبي انت يا تقتل السيده صح يا غبي انت لك سوقي سيري سوقي انا شي فحال صباح الخير بودريس صباح الخير بخير الله يخليك شفين جات مذهبين بارك الله بارك الله خاصك انا باس دير شي حاجه بحال القايد بسم الله كي داير ياك بخير شفتك اليوم ابو ادريس ياك لاباس واش غنقول لك ياك انت لاباس بعدا الحمد لله انا بخير وعلى خير الا كنتي لاباس حنا راه لاباس بخير ودي ابو ادريس الحمد لله كلشي بخير الحمد لله وقفة شفتك جايبين لك خاوين في القفة ماك عيان ولا شنو واحد مسكين ديال الشجاع طيب دي ابو قفات باقي لنا عشرين ولا عائشة فاطمة ما كاين حد في الدار مشاو
رطيمة فاطمة. مالك مخبية؟ اجي لهنا. فين كنتي؟ مالك فوجة؟ علاش كتبكي؟ تجي امي وتقول لك فين مشات امك؟ مشات للسوق وغتجي. ها؟ مشات للسوق وغتجي. ايه تمالك على هاد الحاله؟ باغي تفرج فينا عباد الله؟ انت كتغداي قلبك هاني، قول لي شو وقع للدريه في غيابي؟ بلاتي نسى لي التقضيه وداك الساعه نعاود لك في الطريق. ويك دابا عرفتي اش كاين وما تزيدش على الدريه الله يرحم والديك الجلال. شوفي هذاك شغلي وانا كاد به. واجي فين غادي؟ واجيلان واجيلان واجي بعدا غنبدل حوايجك. Oh!
لا تشوي الله معايا نطفر عليك. يلا زيد. الطقم الراجل اش بغيت عنده؟ تشبيكو بينو غير جبته باش يشهد ليا. الطقم السيد واش هذا ولات بالعند؟ اجي زيدو تفضلوا معايا. كاسو تسناو ندخل. سمعتك كتكلم معاهم، دخلهم عندي. هذا تكلموا المفتشة. مفتشة؟ يا سيدي مفتشة. ندخل. زيدو زيدو. تفضل السجلي. كتعرفي سميت؟ معلوم. وكنت غنصيفط لك استدعاء باش تجي. هاد الشخص اللي قام بهاد الجريمة ما يكون غير شي واحد ما كيخاف شي من السجن. عندنا الشك في واحد عاد خرج منه البارح، يمكن يكون هو. الاسم الدكاني بوشعيب، اللقب بوكتاف. يا وليدي بوكتاف، هاد اللقب كان عندك قبل ولا احتاجتي السجن؟ من قبل نعمس. على كل حال دابا عاد يمكن لي نقول لك البو وسع مكتافك. عرفتي علاش؟ لان طلق الله سراحك، غادي تخرج حر من هاد السجن وتمشي فين بغيتي. عما سيطلق الله سراحي فين بغيتيني نمشي؟ فين بغيت تمشي؟ تمشي في مشتاك الله، تمشي عند حبابك، تمشي عند صحابك، عطا الله فين تمشي. عما سي ما عندي لا حنين لا رحيم، محابسي وما حبابي وصحابي. يا ولدي شغادي نقول لك، هذا سجني ماشي جمعية خيرية. انت ساليتي مدة ديال الاعتقال ديالك وما عنديش الحق نحتفظ بك. هاك ولدي الورقة ديالك. الله يعاونك. دابا عندنا زوج ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول هو ان هذا الشخص اللي شاكين فيه من بعد ما خرج من السجن سافر ومشى فحالو، فهاد الحاله ما يمكنش يكون هو. والاحتمال الثاني هو انه من بعد ما خرج من السجن بقى كيدور جنب البحر، فهاد الحاله يمكن يكون هو المجرم ويمكن ما يكونش هو. بطبيعه الحال ما يمكننا نتاكدوا في هذه القضيه الا اذا كانت عندنا ادله قاطعه. سمحي لي يا بنتي، انا راه ما قاريش وما كنفهمش في هذه اللغه ديالكم. حاجه وحده اللي بغيت نعرف، الله يجازيك بخير، شكون هو هذا المجرم اللي تكرفس لي على بنتي؟ الا نتوما شديتوه تبارك الله، والا نتوما ما شديتوش راه غادي نقلب عليه الدنيا فين ما كان. واخا عرف يدخل كشمو غادي نجبدو، وهذيك الساعه غادي ندير فيه شرع يدي. السجلان واش ما عندكش الثقه في الشرطه؟ راه حنا قايمين بخدمتنا في اطار القانون وفي خدمه العداله، وزيدون تا واحد ما مسموح له ياخذ حقه بيدو.
هادشي معروف السي جلالي. كلامك هو الكبير بنتي، وما عندي ما نقول فيه، انا القانون على راسي وعينيه. انا جبت لكم هاد السيد، راه شاف كلشي على عينيه. بدا بوكفة، اش من علاقة عندك في هاد القضية؟ اللي كان كيتسالى حدا البحر شاف بنتي دايزة، وتبع هاد المجرم قالك عنده شي موستاج ما موستاج، وشدها ولاحها ورا شاف كلشي. صافي غيكون هاني السي جلالي، دابا عندي المعلومات الكافية باش نكتب تقرير في هاد القضية. الله يهنيك. الله يجازيك بخير لما ديروا بجهودكم. كون هاني السي جلالي. اش ما كتشوف؟ حنا خويا ما شفناكش. اسمح لي ولا ما اسمح لي، انت في الزقريره قاعد من هنا. ايوا انت سيدي تبارك الله عليك. ايوا دابا عاد بان وجهك وزيانيتي. بصحة بصحة. ما عندك صحة. صحتك وليدي. صحة. داولا النفس جوش النفس الله يرحم لك الوالدين في صدقه في سبيل الله. عاوتاني جيتي، واش كاين غير انا في السوق ولا داير هاد السعيه دايرها حلفه؟ ما عنديش الله يحسن. عطيه اش نعطيه كل شاركوا معايا، شكون غادي يخلص؟ انت تخلص؟
هذه الأخرى. يلا شد. الله يكثر خيرك يا ودي مولاي، راه باقي المحسنين في البلاد. الله يرحم الوالدين. اي باقي المحسنين هاك انا. باقي جون امريكا المحسنين في دايري. انا كلوا الله يعاوني عاون. انت سربي زرجف وسير. شادشي اشنو هو؟ ما الوالو؟ شوف مزيان شادشي. انا كنشوف ما في والو. اشنو هو؟ في والو؟ اشنو هو؟ وكولا. انا ما وكولا. انا كنت انا قلت هذا 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 مال هذا هذا شرب انت. ها هي اجمعوا راسكم، راك تاكلوا في سراق الزيت. اش من سراق الزيت؟ حاجه خلصني. انا باش فرحت انت في الله. ها وين هربوني؟ هو اللي خلاك في هذه الحالة؟ ايوا الاخواني هادي. ودوي معايا، عندك شي شوت؟ عندي شوت. تاو باقي هارب وتاو ما خلصتوش. بان لي هاد خيناتي يدخلوا في الشوت. اجي حرام الشاشة، انت عندو هاد الشاشة. كلهم هربوا وخلاو كله خلاص. لا لا هذيك ماشي ديالها. وجاوب مالك سكتتي؟ لا لا ماشي هاد، هرب هرب هذاك هرب. وليدي دار لك هاد الحالة شكون هو؟ واحد طويل وده الشعر وعامر. ماذا؟ وهذا؟ لا لا نشوف. لا لا هذا ما داش الحياة، هذا ما عنده الحياة. هذا؟ نشوف. لا لا ماشي. هو هذا. هو جاء من هنا داس. هو هذا. هو هذا اللي خمس ذكرى داس من هنا. المهم. لا غنغمض عينينا على هذا الشيء. هو خاسر اللي خمس. ولكن. غتحل عينيك مزيان واخا سي، ودير بالك معانا واخا. لا مشى حتى بان ليك غتخبرنا في الحين واخا. نشنق عليك، نشنق عليك ونعيط ليك. يلاه الله يرحم والديك. يلاه شكون اللي غادي يخلص لي هادشي؟ نخلصوا لراسي. شوف شوف سكير يا خنزو الدنيا وحتى بنهار. اسير عندك شي شغل. هما خويا شكون؟ كيبان ما عقلتيش عليا. شوف مزيان. وكتاف وكتاف ما كيدير؟ وفين مشات اللحية؟ وا حيدتها وصافي. ما هربان من الحبس المسخوط؟ ما هربانش، جراو عليا. اجي اجي نحيدو من هنا. زيد 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 معايا زيد. طلع طلع بقى انا واحد شويه، انا جاي صافي.
شوف شمبري شربة. شتيو هادي هاك قبل على ما وجد قول لي انت كنت فتاة بليلة ولا علي انا مولف النعاس في الزنقة اسمح لي راه عندي شي ديال في الدار ما نقدرش نبدي رجع بات في الطوموبيل واخا وقتاش نشوفك فيك ما يخدم المعقول معلوم هاد الكتاف لاش اصلاح اللي يطلع النهار يتلقاو في المسجد واخا ارتاح مع راسك ما بغيتش غادي نصبر اصاحبي يوميا ها هو داك مبتي النقابه اللي كنتي بغيتي تشوف فين ها هو ها هو صافي لي زيد 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 انت تسناني هنا حتى نجي عندك السي العربي السلام عليكم السلام لاباس سيدي لاباس عليك لاباس والله العظيم انا من الصباح وانا كنت باغي نشوفك تشوفني انا لك لاباس اش كاين لاباس الله يخليك هاد اليوم حنا كنجيو كنشدو الصف ها غير كتوصلوا حنا كنقولوا سيروا حتى الغدا واجيو ياه راه هادشي اللي عطا الله الصوم زيدوني انا راه ما عندي ما ندير لكم والو صافي صافي تطلع اش غادي ندير انا اسمع حتى نوتك انا نوتك انت صاحبي سير صاحبي نوت نوت فاش هذا صاحبي الله جا دخلوا حنا من الصباح وحنا مفردين هنا 3 ايام صاحبي وانا واقف على كتافك كتافك حتى الهضره ديال كتافك كتاف وصاحبي انت ديما كتعفد في دوش صافي سير صاحبي بنادم الله يكرم عليك ساندرا صافي يا سيدي كون هاني صاحبك راني دبرت ليه على خدمه
الله يخطيك أولد العم. ولفتي شويه السي العربية صاحبك ولا كيجيك فاميلا جا في سوق جلس اكيد جاتكم من مكان زين خير اشرب اشرب ليمون واللي على ليمون صاحبي تشرب ونشط معانا الخير موجود تمالك صاحبي ليمون انا عيان الله ما فيها مشكل يا سيمباك راك عارف دابا نتو الوضع كيفاش داير على ايه يكون خير ان شاء الله مع السلامه
السلام عليكم. صيفتنا عندك مبارك. راه الله هضر معايا في التليفون. السي مبارك خويا وحبيبي، ولكن خويا ما عندي ما ندير لك، اسمح لي. كل شيء عامر. اشوف كدير غير هاد الليله. سي كومبلي. واش ما كتفهمش العربيه؟ السلام عليكم. كل شيء عامر. الله يخليك. افهمني، انا ما غاديش نبات ساعه واحده. اسمع الشريف، هذا اوتيل محترم، واحترم نفسك. وهاد المراه هادي؟ هادي راه مراتي. والكغب هو موجود. دوزيام ايطاج 212. شوف سير من دابا الساعه عاد رجع كل خير. دابا يكون الخير. شوف غير سير دابا بما راك عارف وعاود يكون الخير. صافي سير. خويا الله يخليك لاكارت ديالك. وقع عندي شكال لك لاباس بوليس. يلا معنا. كيفاش يلا معنا؟ يلا معنا. بالصبر. لا تنقل شكل. خليه يخطر. وخا عليك البرقاد. واش انت يلا خارج من الحبس وبالك كدير في الزبايل؟ ياك ما توحشتيه. جلس 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 اسي. انت هو بشعيب الكريم والقاب بوكتف؟ ايه هو انا. واش عارف بانك متهم بجريمه اغتصاب في حق فاطمه بنت الجيلاني؟ هادشي ما منه والو. رد بالك، إلا ما اعترفتيش بالحقيقة راه غتزيد غير تكحلها على راسك. الحجج والأدلة راه كلها ضدك. واش قلتي؟ ما عندكم حتى شي حجة عليا. ما عندنا حتى حجة عليك. غادي نشوف. زيد ابو كفه، زيد ما تخافش، زيد زيد قرب لهنايا قرب. اوقف السي. قلنا لك وقف. قول لي ابو كفه، واش هذا هو اللي تهجم عليك
وتعدى على البنت. يا ابو كتف اش كتقول في هادشي؟ انا هاد القنص عمرني ما شفته. صافي ابو كفه صافي صافي سير الله يهنيك. اخليك واقف. سيدي افك المزيد. يا ابو كتف وهاد البنت تا هي عمرك ما شفتيها؟ شوف فيها شوف فيها. فاطمه واش هذا هو اللي تعدى عليك؟ ما تخافوش ما تخلعوش على بنتكم راه غير مازالت تحت الصدمه. واش اعترف ولا ما اعترفش؟ كيفاش ما عرفتيش؟ اويلي زعما ولك العينين ما بقيتيش تشوفي. واش بغيتيني نقول لك امي داك اللي تكرفس عليا داك النهار ما بقيتش عاقلة على وجهو حيت بداك الساعة كنت ميتة بالخلعة. اش هاد الكلام كنسمع؟ واش حمقيتي وبغيتي تحمقيني معاك؟ يلا زيدي درقي عليا زلافتك. عايشة بردي السوق الناس راهم كيتفرجوا فيك. خويا جلالي خليني غير ارتاح راه راسي ضرني بغيت غير ارتاح راسي ضرني. قلت لي اش كتسخسخي في الدريه درك هي اش دارت مالها؟ لا شنو درت بها في هادشي كامل؟ لا ما دارت والو. انا بغيت غير نعرف حاجه وحده علاش ما قراتش؟ علاش؟ علاش ما قالتش هو؟ يا ما عقلتش عليا واش بنتي ما عقلتش عليا ما عقلتش عليا اشنو تحط الباطل على عباد الله؟ نوضي سيري لدارك حيدي عليا هاد الشهامه نوضي الناس راهم كيتفرجوا فينا. فين كان معكازة؟
واش كتحسي؟ قلبي مروق في الدخان. ويلي بارك عليك بنتي بارك عليك. بشويه تكي تغطي مزيان باش تسخني شويه. انا غنمشي نوجد لك شي حاجه تخون تشربيها باش يفوتك الحال. جلالي وجلالي جلالي اتفق من النعاس. مالك جايه بعجاجتك؟ اش كاين؟ داكشي اللي خفنا منه طحنا فيه. الدريه راه حامله. ها قلت لك الدريه راه حامله. صافي هادشي علاش فايقاني. واش واقف علي دابا؟ سيري كوزينتك. السلام عليكم. بخير ابو الجلال. بخير بخير. لا بعد منك كحل الراس. اش بغيتي تهضر معايا ابو الجلال؟ اش بغيتيني نهضر معاك؟ انت اللي قلت لي بغيت نهضر معاك. واش ظهر لك في هادشي؟ اش منشي يا بو جديد؟ اش منشي؟ هادشي اللي راه حنا فيه. وانت ما في خباركش؟ مرسى كاع في خبار. ولكن انا بقات فيا فاطمه بو جديد. فاطمه راه كاع بقات فينا. فاطمه راه بحالها بحال بنتي. عزيزه عليك فاطمه؟ عزيزه عليا بو جديد. بحال اختي. بحال اختك. كيرك بحالها بحال اختك. السلام عليكم. السلام. جيب شي واحد اخر. شكرا. قول لي يا جامع شي فلوس؟ منين ابو جيل؟ والو كاع؟ ما عندي حتى ريال ابو جيل. شوف لا بغيتي لا بغيتي لا بغيتي دير العرس وتزوج فاطمة ما تضرب حسبتها الحاجة. أنا ندير كل شيء. أش غنقول لك أبو جيلاني؟
فاحنا مستعدين كاملين باش نتعاونوا معاك، خص غير تكون راجل. تشاور مع الوالده ومن بعد نرد عليك ابو الجيران. شنو دار لك امي؟ فاش ولدي؟ هذاك الشيء اللي قلت لك. بنت جلالي؟ هي امي. لا وليدي ما يمكنش. وعلاش امي علاش؟ اسمع ولدي، انا ما قديت على فضيحه وسط الناس والجيران، وما كاينش غير هي اللي بنت في البلاد. امي انا ما كيهمنيش كلام الناس، المهم عندي هو نتزوج بها. واسمع ولدي، تيقول المثال اللي بغى السعايه كيدق الديور الكبار، ما كيمشي شي عند قل منه. ومالها مسكينه هي؟ هي غير نيه وكتاب عليها المكتب ودار بوجه جلال، ماشي خيمه كبيره ومعروف عند الناس، وديرني انا اكثر من ولده. لا ولدي، قلت لك لا لا، ولا بغيتي ولدي الرضا والستر، هي ما تجوزش اي بنت جلالي. خطي عليك جرت بنت الجلالي والجلالي، شوف لك شي خدمه اخرى. وعليكم السلام سي مصطفى. خويا اسمح لي، ما عنديش لقانا باش نجي للخدمه، وما عنديش الخاطر باش نشوف بوا جلالي. وتعرف حتى نتلاقاو ونعاود لك اللي كاين. فين انا؟ انا في البار اللي حدا القهوه المعلومه. واجي راه باغي نهضر معاك. واجي يا سي مصطفى، راه قلبي عامر. واخا تجي ونهضروا. يلا تبارك الله عليك السي مصطفى، تبارك الله عليك. السلام عليكم. اهلا. وعليكم السلام. كدير حبيبي؟ تكتشف اش كنشوف؟ كنشوف الشراب والكارو. مالك على حالتك؟ واش بغيت تخرج على صحتك؟ غير خليها الله السي مصطفى. مالك ياك لاباس عاوتاني؟ لا لاباس، غير الوالده مالها مريضه عاوتاني؟ لا ما عياناش، ولكن ما وافقاتش لينا على الموضوع اللي تكلمنا عليه. اش الموضوع اخويا؟ الموضوع اللي تكلمنا عليه انا وانت وبو جلالي. بغيت تقول لي الزواج ديالك مع فاطمه؟ هذاك الشيء هو اللي مشكلني انا. ايوا سيدي، غير كون هاني، هذاك الموضوع راه هو تحل وما بقاش كيهمك انت. كيفاش ما كيهمنيش؟ ما فهمتش. انا غادي نفهمك. بو جلالي راه دار واحد الخطه، فهاد الخطه هذه لقى الحل ديال الزواج ديال بنته. اش من حل؟ انت ما بقاش كيهمك الامر، حنا ما علينا غير نتعاونوا معاه. انا تانا نتعاون معاه، ولكن تيولي مشكل. ايوا سيدي، الا بغيتي تتعاون معانا حيد عليا هاد الشراب هذا، وحيد عليا هاد الكارو هذا، ورجع للخدمه ديالك يلا. ولكن انا دابا غنرجع نخدم، ولكن خصك تقول لي الخطه اللي داير بوجهي. الخطه انت من بعد غادي تعرفها وانت غتشوف. محكمة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جلالة الملك نفتتح الجلسة. الملف عدد 65-2005. المتهم بشعيب الدكري الملقب بكتاف. الضحية فاطمة بنت الجلالي. الشاهد مصطفى البوهالي ملقب بوقفة. الشاهد يخرج على القاعة. بوشعيب، أنت متهم بجريمة اغتصاب، أش عندك ما تقول في هذه القضية هذه؟ نعم السيد، شي ما كاينش. فاطمة، شوفي في هذا السيد مزيان، واش هو اللي اغتصبك ولا ماشي هو؟ لا سيدي ماشي هو. عاود حقي فيه مزيان. لا سيدي. فاطمة، انت هي الان امام المحكمة، ما عندك مناش تخافي. المهم احنا خصنا نعرفوا الحقيقة، واش هاد السيد هو اللي هجم عليك واغتصبك ولا ماشي هو؟ لا سيدي انا متأكدة ماشي هو. نادي على الشاهد. كتسمعني وكتفهم مزيان؟ أبدا. هز يديك وأدي القسم. أبدا. هذا الرجل كتعرفه؟ تا شوف فيه مزيان، ماشي هو اللي اغتصب السيدة. راك في المحكمة، الشهادة ديال الزور تعاقب عليها القانون. الشهادة اللي ديتي بها أمام المحكمة ماشي هي اللي في المحضر ديال الشرطة. واش أنت مأكد باللي ماشي هو؟ رفعت الجلسة إلى المداولة. حكمت المحكمة في الملف عدد 65/2005 على المتهم المسمى بشعيب الدكالي والملقب ببولكتاف ببراءته مما نسب إليه. الله يرحم الوالدين اللي غادي للدار البيضاء وصلنا معهم. ريحة الحوت عندنا. شميتيها؟
علاش درتي من هنا؟ ماشي هي ديال الطريق. راني عارفها، بغيت نزور واحد البسجون هنا ومن بعد ان شاء الله نرجعوا نشدوا الطريق. الحبس راه فيه تماك كتسط عليا ولا صافي شو ما عندك ليش تبقى ترطى؟ احنا غير بغينا نتفاهموا معاك. وقفا زلك هاد السيد بحال هادا يتعداو عليه الناس. هاد خينا هو اللي بغى يسرق لي حوايجي ويخليني عريان، هو اللي شفار ماشي انا. سمعت هادشي بوكفا؟ ولا كان هادشي صح راك مكيت، ولا كان كذوب يلا وريني الهرولة اش كتصلاح. هذا مسمار طرقناه، بغيت نعرف حاجة واحدة، علاش عديتي لي على بنتي؟ تكتب عليا وأنا ندمت بزاف. اش كتبرقم تما؟ غوت مزيان باش نسمعك ولا ما بقى جاد. أنا راه ما خايف لا منك ولا من صحابك، وإلا بغيتو الجهد أنا مولاه، ولكن أنا بقات فيا بنتك مسكينة، بقات فيا وندمت على كل موقع بيني وبينها. مسكين نادم مسكين باش قطع فيها لي هاد الندمة ديالك؟ باش غتنفع لي هاد الندمة ديالك أنا؟ باش بلا ما تغوتها أنا قادر رجع للحبس باش يبرد خاطرك ويبرد قلبك. لا لا حشومة تمشي للحبس تا. لا حشومة الحبس غير كاع باش تمشي للحبس، خاصك تمشي للسبيطار باش تفكر مزيان في هادشي اللي درتي. Yeah.
لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كيف بقيتي شويه؟ شويه. قولي ليش هاد المجيه؟ ياك لاباس؟ لا والو باس. راكي عارفاني علاش جيت ونسيتي؟ لا ما نسيتكش، اجي معايا ونهضروا فرحتنا. ايوا لالا دابا هضري على راحتك، اش حب الخاطر؟ انا جيت بغيت نسول عليك كيبقى. ولالا راه دار لاباس وصحته بدات كتحسن، وغادي نقول لك واحد الخبر غادي يفرحك. عرفتي راه كيكون نعس بالليل سيدي حلم بسميتك فاطمة. فاطمة بصح؟ الله يلا بصح، الله ما كنبس عليك. ما بغيت حتى واحد يعرفني اليوم ما جيت هنا. ويلا صاحبتي، راني صاحبتك وبنت حومتك، كوني هانية من هاد الناحية. بيناتنا تبغي تشوفيه؟ لا ما نقدرش، ما بغيتوش يشوفني، انا بغيت غير نسول عليه وصافي. ايوا على خاطرك. بغيت نسولك واحد السؤال، شنو حشبك في هذاك السيد؟ ما عرفتش، ما عرفتش تفهميني ولا لا، حيت شي حاجه كنحس بها انا في الداخل ديالي، انا براسي ما عرفتش شنو هي. نقدر نقول لك هو داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. Thank you.
السلام عليكم الري جلالي. هاد الباطو ديالك هاد الناس معاك؟ زيد الشرطة 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 زيدوا انتم لقدام سيروا طلعوا لفوق سير هيك سير هيك زيد 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 يلا زيد 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 اطلع 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 دخلوا لداخل علاش جايبين هنا ماشي الكوميساري هادي انت غتورينا خدمتنا ياك ريح الارض ريحوا لا واحد ما يتكلم ولا يتحرك حتى نعطي الإذن. واش عقلتوا على هذا الرجل ولا ما عقلتوش عليه؟ شوف فيه مزيان. جلالي كيفاش غادي نعقلوا عليه حنا ما عمرنا شفناه؟ مالو مسكين دار شي كسيده ولا؟ بركه من الهضره خاويه الا ما عقلتوش عليه غيعقل عليكم بوكتاف شوف فيهم مزيان واش هادو هما الناس اللي تكرفسوا عليك؟ لا ماشي هما هاد الناس ما كنعرفهم ما كيعرفوني عمرني ما شفتهم ما يمكنش راه الحماق هذا واش متاكد من هذا اللي كتقول انت ممنوع عليك الضحك حاول على صحتك بدي بدي يا بدي 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 يا بدي 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 يا بدي 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 بدي
وجه